السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل جدول للحاجات الديموليشن والحاجات اللي هي هتزال او تعدى او زي كده. طيب خلينا نجرب واحدة واحدة. لو انا جيت فيو وقلت له سكادول وقلت له سكادول كوانتيتي، الفيزز مفيش فيها مرحلة للهد، عندي اكسيستنج ورك دراوينج وهكذا. طيب يبقى انا لازم اعمل اضيف المرحلة دي مانج فيسز، وهقول له هنا اختر ضيف لي مرحلة ديمولش. تمام. طيب وتقدر تيجي هنا تعمل الفلاتر، تضيفها لألف الفلاتر الموجودة، والجرافيك اوف الرايت تقدر تشوف الديمولش ده انت عايزه يبقى عامل لونه عامل ازاي. مثلا هنضيف له ان هو يبقى هاف تو. طيب بعد كده لو انا جيت هنا في الفيو وقلت له انا عايز اضيف سكادول، هلاقيه موجود عندي هنا الديمولش. تقدر بقى تختار مثلا من الوول، تمام، وول ديمولش سكادول. اوكي. طيب لو انا قلت له عايز اضيف مثلا التايب والمعلومات الخاصة بالسيستم وهكذا، التايب ومثلا تايب مارك والارتفاع والاستراكشر والمارك والفاميلانت تايب وهكذا، هلاقي جاب لي كل الحوايط ما عملش فلتر. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز اضيف فلتر من خلال اي خاصية ممكن اضيفها، لازم اجي هنا واقول له انا عايز اضيف faces created و faces demolished. تقدر تضيف الخاصيتين دول وتقدر تفلتر من خلالهم. يعني مثلا تقول له faces demolished equal مثلا demolish. اوكي بقى زيرو، لان احنا مفيش ولا حيطة لغاية دلوقتي اديناها خاصية الديمولشيت. فاقدر اجي اعمل سيلكت دي الحوايط دي مثلا، وهتنزل هنا في الفيسز ديمولشيت، ممكن تقول له ديمولش. تمام بالشكل ده. فتيجي هنا تلاقي الحتتين دول اتضافوا. طبعا ممكن نعمل الديمولش بتاعنا في مرحلة من المراحل، ممكن الديمولش او الهد هيكون في مرحلة مثلا الاكسيستنج او وركينج دراوينج وليرنينج. يعني احنا هنهد الحاجات دي في انهي مرحله.